أخبار المغربي إيجاز من استوديو قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تيفي. مرحبا بكم. اعتمد المغرب سياسة وطنية جديدة لتحسين مناخ الأعمال لفترة تمتد لخمس سنوات من 2021 إلى 2025، وتهدف إلى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمملكة. وجرت المصادقة على هذه السياسة عقب اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية القطاع الخاص. وتضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل والبنية التحتية والطلبيات العمومية وتحسين أجل الأداء، ناهيك عن تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وكذا إدماج القطاع الغير المهيكل. من المرتقب أن يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول السياسة العامة. وجاء في بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة التي ستنطلق على الساعة 12 زوالا ستتمحور حول موضوع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. أجمع خبراء مغاربة وبريطانيون على أهمية الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، معتبرين أن هناك مجال تعاون واعد بين الطرفين لتطوير علاقتهم الاقتصادية في المجالات الفلاحية والزراعية. وقالت إليزابيث ورهام المسؤولة بإدارة التجارة الدولية بالحكومة البريطانية أن بريطانيا حققت نتائج كبيرة على صعيد الحلول التكنولوجية الرقمية المتطورة الموجهة إلى القطاع الزراعي، وهو ما يشكل فرصة حقيقية بالنسبة إلى المهنيين المغاربة المستثمرين في المجال الفلاحي من أجل الاستفادة منها. قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس في الرباط تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا إلى غاية 10 يونيو المقبل. وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. انتشلت عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بالفاع يوم أمس الخميس جثة شاب عشريني من قناة للري في منطقة تونف بجماعة إنشاد نواحي شتوكا إتباها، وكان المفارق الحياة وهو مواطن يحمل الجنسية الإيفوارية وكان يشتغل عاملا زراعيا. قد قصد قناة الري في المدار السقوي لسد يوسف بن تشفين على مستوى جماعة إنشاد من أجل السباحة قبل أن يغرق وسط مياه القناة. بعد اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة يرتقب أن تلتقي أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان اليوم الجمعة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في سياق التحضير للانتخابات المقبلة وفق ما كشفت عدة مصادر. وكان رئيس الحكومة استقبل مساء أول أمس الأربعاء كلا من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله. نهاية الموجز، موعدنا الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.